الجواب: يا أختي الكريمة، الوقت الذي تملكينه سوف يسألك ربك عنه يوم القيامة. ثبت في سنن الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. ورؤية مثل هذه الأمور المشتملة على الشرك أو الرومانسيات أو الأخلاق الفاسدة لا ينفعك بل يضرك، لما فيها من المعاصي والأثام الظاهرة عليك. وعليك بارك الله فيك أن تجاهدي نفسك لتغيير هذه الهوايات إلى هواية خير منها، كأن تشاهدي القنوات الإسلامية التي تنشر الخير والفضيلة والمحاضرات النافعة والقصص المفيدة، وتشغلي وقتك بالذكر والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام وطلب العلم الشرعي وغيرها من الأمور النافعة. واعلمي أنك بذلك تقضين وقتك بما يحبه الله ويرضاه، فيوفقك الله بذلك إلى خير الدنيا والآخرة. وفقك الله لما يحب ويرضاه، والله أعلم.